إنها فكرة جيدة أن تتحدث عن مرضك. الأسرة تريد مني نسيان أمراضي، وإذا تحدثت كثيراً عن هذه الأمراض فإنهم يطلبون مني التوقف لأنك تحتاج لأن تمتع نفسك. نحن لا نتحدث بشأن المرض إلا إذا سمعنا شيئاً من الآخرين أو حدث هناك شيء لأحد أفراد الأسرة، وبالتالي نتحدث في الموضوع، وإلا لا. والدتي تفكر بي بالطبع كثيراً وتتصل وتسألني كيف تسير الأمور معي بالنسبة لكافة الأمراض لدي. نحن نتحدث حول الموضوع، وكثيراً ما تطالبني زوجتي بالحذر والانتباه إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن لدي. أشعر في بعض الأحيان بالأسى الشديد، وبالتالي يحدث ارتفاع في ضغط الدم ومستويات السكر، وسرعان ما يتعكر مزاجي، وأحياناً أشعر بالغضب تجاه زوجي وابنتي وأولادي. ذلك يرجع إلى مرض السكري أيضاً. يمكنك أن تلوم نفسك بسبب أشياء كثيرة جداً، وأن السبب يعود إلى شيء ما قمت به. ولكي تتخلص من هذه الأفكار، فمن المهم أن تتحدث إلى شخص حول هذا الموضوع، ويفضل أن يكون الشخص على معرفة بالمرض الذي لديك، كالطبيب مثلاً، أو صديق جيد، أو ممرضة، أو ممرض. لدينا ناد حيث نجلس كل يوم 10 إلى 12 شخصا ونتحدث عن المرض الذي لدينا، فالجميع مصابون بذات المرض، لذلك يسهل علي الحديث عنه، فهم يتحدثون عن مرضهم وكذلك الأمر بالنسبة لي، وبالتالي نحن نساعد بعضنا البعض.